بقالكم مدة عمالين بتسألوا على بيستي، حاسين ان انا يعني اللي هو انا مش عايز اجيبه في القناة، ايه التاريخ ده فيه؟ بس اصلا كان تعبان اليومين اللي فاتوا، انتوا عارفين كده، الناس اللي متابعاه عارفين الموضوع دوت يعني. بس النهارده دخلنا بقى ايه، بقى انا مدة ما دخلناش فازموفوبيا يعني وكده، فروحت بقى ايه بقى مدخله فارم هاوس في الماب اللي هي الكبيرة دي، ولعبنا بروفيشنال. الموضوع كان يعني مش عايز اقول لكم كان عامل ازاي، انا ما رضيتش اخش نايت مير، قلت بقى نخليها في يوم تاني. المهم دخلنا فارم هاوس، والشبح بقى كان فين؟ كان موجود في الاوضه اللي فوق، ودي اول مره اصلا ان احنا يعني الشبح يطلع لي في المكان دوت يعني. مش عايز اقول لكم الموضوع كان عامل ازاي، الموضوع كان مسخره. يا جماعه لو انتوا عجباكم السلسله بتاعت فازموفوبيا يعني يا ريت لايك الفيديو دوت سبسكرايب، مشترك اكتر من كده انا هسيبكم ان انتوا بقى تستكشفوا الهري اللي حصل، لان في هري حصل كتير قوي. ايه بقى ايه ده، في ايه دماغك بس لو سمحت بس عشان نختار اللي تحب تروح ايه بقى، مودك ايه؟ ايه ده في نفس ما نفس انت نفس اللي انت لابسه والله. يلا بينا يلا بينا. هابي بيرثدي تو مي يا رام سنت اوف ميست يا رام اتمنى كل مره راح اتمنى بجي تي ان نحتفل النهارده بفازموفوبيا. ولبكا ايه ده انت مش ده، انا بحب استنى بس ايه، انا دوست جاي بس بص بص ايه كميه الاشباح دي. في لستة بيقول لك اكتشف نوع الشبح اللي احنا بنتعامل معاه. ايوه اثبت وجود الشبح باستخدام الاي ام اف. سهله دي قوي قوي. سهله يعني. سهله سهله سهله. خلي حد يشوف الشبح بعينيه. سمع لعبتك. اها وبخر الشبح اسمه جيباش. ايه اسمه؟ كريستوفر هاريس. كريستوفر هاريس. ايه اسمه كريستوفر هاريس. يلا بينا. ربنا يستر علينا. ايه ده في ايه؟ مطر. معاك شمسيه او حاجه؟ ويلكم يا بيستي. ربنا يخليك. لسه طالع من دور برد والله تعبني اقسم بالله. لسه مطره بقى وبتاع. ايه ايه احنا ايه ده؟ ده البتاع هنا اهو. الو الله. السلام عليكم يا شبح. ايه عليك؟ جاي لك مع اسماعيل ناخد كونتنت ونمشي. يعني قدرنا. بص 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 بص. ايه ده؟ ممكن تديني واحده هابي بيرثدي تو يو؟ ايوه هابي بيرثدي تو مي. البرد بس مبوظ صوابعي فتلاقيني ما بعرفش اعزم المقطع بقى. بقول لك ايه، انا صباعي مدوحس دلوقتي. ايه خلي بالك عشان بس احنا في اماكن قليله نستخبى فيها، لازم نعرف احنا نستخبى فين. ما هو بروفيشنال سد كل الحاجات. هو احنا من امتى بنستخبى؟ احنا بنواجه المخاطر. شفت بقى شفت مثلا الدولاب ده مقفول. شفت ليه؟ انا ممكن اطلع ارفص فوق البتاع ده. شايف اعمل حته سكوات فوق كده؟ ممكن هنا تقريبا، ممكن هنا والله تقريبا. عارف الله ده كفايه. شفت بقى في الشتاء اللي احنا فيه ده. ايوه بص يا راجل انت يا راجل انا هريح. بس ايه رايك الجو بقى ظريف؟ ها حلو حلو الاداء. جميل جميل. هو في سربرايز بارتي طيب ولا لا؟ عشان مش عارف انا جاي معاك. هو الشبح هيلاقينا دلوقتي هيعمل لنا هو سربرايز. ما تقلقش ما تقلقش يعني، هو هيعمل لنا سربرايز بارتي لوحده. انا اصلا جايين. ايه ده انت اللي قفلت الباب ده؟ هو انا ما قفلتش حاجه. لا هو انا فتحت باب هنا بس ما قفلتش حاجه. الو وير ار يو؟ ار يو هير؟ رد عليه بقى يا شبح بقى لو راجل بقى. ار يو هير؟ اوبا الباب ده مفتوح. الباب ده مفتوح. لا ما انت البيبان كلها بتبقى مفتوحه دلوقتي في ايه؟ لا والله ما انت ما تعرفش البروفيشنال عدلوه. تيجي تخش تلاقي البيبان كلها مفتوحه. بص من خبرتي دايما بلاقي الشبح هنا في الاوضه دي من خبرتي، فانا هحط له الكتاب هنا دلوقتي ومش هنسوي فيه. والله لا انا بقول لك يعني انا على فكره ما يغركش ما يغركش. انا بحاول ادور. ايه ايه بص الشبح جاب لي ايه ده؟ ايه ده؟ هاته معاك ده عشان ده هيعمل لنا جو البتاع ده. ماشي. ار يو هير وير ار يو دو سمثينج. العظمه ايه؟ اهلا 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 اهلا. فين العظمه؟ بص والله بص 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 العظمه بتاعت ايه ده؟ العظمه دي صباح الفل يعني عارف ايه ده؟ العظمه دي جزاره الحاج ناجي ده. ايه ده والله؟ شمسها مسها شو يعني خدها تقريبا شبح ديناصور. ايه ده؟ اوكي افتكرت دبدوبي. بص بقى بص 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 دي بص دي. ايه ده؟ خلي بالك خلي بالك خلي بالك عشان انت لسه تعبان اصلا. ايه في البتاعه دي؟ ايه في البتاعه عشان ايه في دي؟ حاطط جرنان اصلا على صدري عشان البرد. خلي بالك. ار يو هير دو سمثينج شو يور سيلف. تفتكر حد هيفهم ايه في الجرنان ده؟ عشان ما اعتقدش ان الجيل الجديد ده عنده جرايد وجرنان ودفي صدرك. ده جامد جدا الموضوع ده. هو فوق فوق مثلا. بص هو هنا. ايه ده؟ انت متاكد ان في شبح في الماب؟ هو في اوقات ممكن يبقى هنا بس ما اعرفش بقى اذا كان هو هنا ولا لا. هيبان دلوقتي. ايه ده في ايه؟
طب فين يا عم جو المرايات والعرايس اللي بتنط وبتجري و... هيبان دلوقتي. ما انا عمال ادور على البورده. فين البورده؟ فين البورده؟ بورده او اللي هي قول معايا كروت. ايه معايا كروت؟ كروت التروت. كروت وبتاع دوت. قول معايا. هلا والله. ايه ده؟ ايه ام اف 5؟ يلا بينا يلا بينا يلا بينا. ايه ام اف 5 والله؟ والله لازم. يلا بينا. ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ فريزنج تمبرتشرز. فريزنج بريث. فريزنج كمان. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. مش هنلحق البرد ولا من الشبح؟ هنلحق العرض الاول ولا ايه؟ يلا بينا. ده شغال تاني. ده غباوه. ايه ده؟ يلا بينا. طب ايه؟ طيب بقول لك ايه؟ رب اهرب اهرب. ده هو فوق. بيستي اهرب يا بيستي. اهرب ايه؟ استنى. انت عرفت ان هو فريزنج فعلا؟ والله فريزنج والله. فريزنج. يا راي انت يا راي. انت تعرف عني كده. ده هو خاف الحاجات اللي احنا ممكن نستخبى فيها. الو. طيب. شبح هوديني تقريبا. اوكي طيب باي. بيقول لك هوديني وايماني وانا سايبكم. بقول لك ايه؟ انت هتطلع تخش انت تصور الشبح؟ تمام. وانا هقفل الباب واستنى. انا في البيت. هو انا بره البيت خالص عامه لحضرتك بس عشان نبقى. الله على السنتي. والله السنتي راحت. والله 1/37 1/42 في اللي هو ايه. والله هو يا اما توينز يا اما اوني يا اما شيدي يا اما جن. ايه ده بستي؟ طب خد ماشي. خد بقى. خد 2 سانيتي بيلز عشان احنا. 2 خد 2 عشان واحد لان لو حد فينا دخل هيهنت. خد واحده كمان. يلا خلينا نحافظ بقى. هو مش ايه الضحك؟ طب ايه حابب نعمل ايه؟ هو ايوه ايه الايفيدنس اللي ناقص لنا يعني؟ الحاجه اللي ممكن تكون ماشي يعني. هو بص يا سيدي، جن شيد اوني ذا توين. في جوست اورب؟ لا مفيش جوست اورب، يبقى مش محتاجين كاميرا. سبيريت بوكس ماشي. ماشي. جوست رايتنج ماشي. وفينجر برينت ماشي. جوست رايتنج بس الكتاب معايا. دوت مثلا؟ في دوت بروجيكتور اصلا؟ اوني دوت بروجيكتور. طب اجيب الكاميرا يعني ولا انا ماشي بفلاش لايت وكتاب وكاميرا؟ انا اجيب كاميرا اهو كده كده عشان نحطها. تجيب كاميرا عشان... فيديو. يلا بينا ماشي. بالك عشان انا مش معايا كشاف. الله اكبر عليك. كشاف على الباب اهو. بص هو عمال بيلعب في الراديو يا عم. الو بقول لك ايه بسرعه بقى، عايزين نعمل سبيد ران. ممكن يكون مثلا شبح اسامه منير. شفت بقى؟ شفت انت رامي الكتاب جوه اصلا كمان، وعمال يا عم بترمي كافيشات ورميها في اوضه ثانيه ملهاش علاقه بالشبح. بسرعه بقى يا عم اطلع. بس ما تخافش. ار يو هير؟ هاو اولد ار يو؟ وير ار يو؟ جيب اسماعيل هاج. وير ار يو؟ ار يو هير؟ ار يو هير؟ دو سمثينج. ار يو هير؟ هاو اولد ار يو؟ بيكتب في كتاب. كتب في كتاب. باي. انا صوره. الكاميرا تحت. مع الكاميرا. الله عليك الله عليك. يا رايق يا رايق يا رايق. شيد انا مش ممكن نمشي دلوقتي. كتب لي هنا ده. الله عليك. بس طفى النور. طفى النور. اوكي. لا مش ده. لا هو بيلعب في الزاره كلها تقريبا. هو انا بس مش معايا نور بس ادي الحكايه. الحمد لله الحمد لله. طيب يعني عندنا بصراحه لابي جوست رايتنج. هو شيد. هو الباشا شيد. يعني تحس ان انا ما ينفعش العب معاك من غير ما يطلع لنا شيد. ما تفهمش ليه والله العظيم. معايا ما حدش رايق. بس هو ده هو سحب سنتي بسرعه ليه؟ هو بيستهبل. هو تقريبا معاه شليمو مدخله في ودانا وعمال بيشفط السنتي بتاعتنا. تحب نعمل ايه؟ هصور رجلي بقى. صور رجلي ماشي. اوكي انا عايز بس الاقي الحاجات اللي هي بتاعتنا الجديده دي اللي كنا بنلاقيها. ميوزك بوكس. كروت. والله تحس حظنا كده فاهم يعني. هو لازم كده. لا عندي ليك سؤال صحيح. ايه يا ريس قول لي. هو اف ام ولا اي ام؟ شفت بقى. شفت 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 شفت, شفت عشان هتفرق على فكره في الشرح. مش قافل بس الراجل. كان يو رايت ان ذا بوك اف ام اور اي ام؟ ار يو هير؟ دو سام. هو رمى الحاجات هنا ولا ايه؟ ده هو اللي بيرمي حاجات هنا. دو سامثينج. شو يور سيلف. دو سامثينج. بتعمل حاجه شبح. والله العظيم. كتب تاني اهو. صور صور واحده. وصور واحده كمان بعد ما يخلص. ايوه بعد ما يخلص صور واحده كمان. اديها بقى. اوبا. ايوه خد اهو اهو رجل. خطوات رجلي اهي. اديها بقى. صور ايه كمان؟ اهي رجل اهي. رجل اهي. ايوه هي ايوه قدامك اهي. ايه ده؟ اهي اهي بس خلاص يلا. ودي واحده اهي. راحت. استنى عشان دي اخر صوره معايا. ماشي اوكي. ودي واحده اهي. استنى راحت. بقول لك ايه بقول لك ايه؟ قوموا بينا نمشي.
ايه ده؟ قوموا بينا نمشي. ليه؟ ما اعرفش، حاسس ان هو هانت دلوقتي، فانا عايزين نجيب حاجات ندافع بيها عن نفسنا. انا ممكن استخبى هنا تقريبا. لا ما ينفعش، هو غالبا هيهانت يا بيستي دلوقتي والله. اني مينت ناو استناك برا يعني؟ لا تعال تعال لو عايز تحضر. هو انت فين؟ انا في الاوضه، انا عمال ادور على الحاجات اللي هي الجميله اللي كانوا حاطينها الجديده، ما اعرفش هي اوقات بتبقى موجوده ولا لا، مش عارف. في مرايه في الاوضه دي، بتبقى في الارض كده، بتبقى في الارض. لا يبقى مش هي، يبقى مش هي. في مرايه هنا تمسكها كده. لا شديده يعني. يا لطيفه، بس لا مش دي، التانيه بقى مرايه كده صغيره بتمسكها تعملها هوبا تلاقي الشبح طلع لك. ايه ده؟ هو إيه؟ عمال بيلعب هنا ليه؟ عمال بيلعب في اللايت. انا بدور في الدور اللي تحت خالص اهو. والنبي اوكي. والله ايه ده، انا طلعت بره. هو اسمه ايه؟ اسمه كريستوفر هاج. جيت اواي. اجري يا بيستي. اجري يا بيستي، اجري. واخد لي ركن كده مش فاهم هيجري فيه ولا لا. اجري. عامل ايه طيب؟ انت معاك سمادج؟ تقريبا هموت. معيش سمادج. لا هوبا، النور عندي طفى. لما بيخلص هانت النور كله بيطفي. ايه ده والله؟ يعني خلاص؟ ايه ده يعني امشي؟ ايه ده انا ما سمادجتوش. ايه ده؟ ما عملتوش سمادج. الحمد لله. طب ما تقول لي يا عم بدل ما انا مستخبي في الركن كده يا عم. ماي باد ماي باد ماي باد. ايه ده ممكن استخبى هنا؟ ماي باد ايه يا عم، انا قاعد متنشل وقاعد في الركن لوحدي. ممكن استخبى هنا تقريبا، ما اعرفش، انا في حته كده ممكن استخبى فيها، هجرب كده احاول ان انا اسمجه واجيلك. ايه ده انا في التراك. مش انت كده كده عندك كاميرا؟ انا بتفرج عليك اهو. ار يو هير؟ لا مش خايف. لا واقف في الصندره. اريح انا. وبدا يرعش وانا شفت الشبح في ظهره، وفي كميه جلتشات غريبه بتحصل عند اسماعيل. الشبح نزل على السلم قدامه، فاسماعيل دلوقتي مسدود. انا مش كويس. تبص على ايه كده انت؟ في ايه؟ يا ريح. اي ريح سمع. اي ريح. احب اقول لك ان السمادج ما اشتغلتش. سمع. هاي ريح. يا لهوي ده بيجري جامد. مين بيحاول بيخش اوضه بيزنق نفسه بيقفل الباب بيحاول يستخبى، ولكن ما هنشوف هتنفع معاه ولا لا. زي ما احنا شايفين هنا بيبدا يجري. انا اتخضيت. احب اقول لك ان الشبح نزل يعني عدى من قدامك، نزل من السلم وبعد كده كان طالع لك. عشان انا عملت له سمادج. السمادج ما اتحسبتش. انا افتكرتها جوست ايفنت يا عم. هو ماله ماله بقى غبي كده ليه؟ الو ثانيه يا عم، انا هروح له ثاني. بس ما تجيش يا بيست، اوعى تيجي. ايه؟ اوعى تيجي. اجي ايه؟ انت شايف اصلا الثاني بتاعتك كام؟ تعالى بس نظبط. بس يا ده يا باي. انا جاي معاك يا عم. يعني عيش عيشة فول يموت احنا الكل. يلا طب هات كروسيفيكس. هات كروسيفيكس يعني نجيب كروسيفيكس. حاضر استنى لحظة واحدة بس، انا كنت يعني عايز صور الراجل يعني. والنبي ما انت ده هو ما اصل ما شفتش اللي حصل. ده انا اتخضيت خضة. لا انا شفت كل حاجة والله. انا كنت اتفرج على الكاميرا بتاعتك والله، شفت اللحظات كلها. يلا بينا. خلي بالك بص، احنا طالعين على السلم غالبا هيهانت. لعلمك هو من ساعة ما شغل الراديو وما شغلش اذاعة القرآن الكريم وانا عرفت ان هو مش سلك. بس عشان نقف هنا. ار يو هير؟ احنا ممكن نستخبى هنا يا عم. بيسي احنا ممكن نستخبى هنا. ممكن نستخبى هنا. ولا هيشوفنا ولا هياخد باله. بس بيقفل اللايت. ها ماشي، لو عمل جوست ايفنت بقى صور بقى، عارف انت لقطات السينما. ايه جوست ايفنت؟ ان هو يظهر بس كده يقف معانا مش هيعمل حاجة. طب اقول له يظهر. ماشي. Are you here? Show yourself. بقول لك ايه، بقول لك ايه، قول له قول له عليه الامان. قول له عليه الامان. الامان يا ابو عمو الامان. قول له you have your safety. هتلاقيه بيطلع. Show yourself you have your safety. يعني اظهر وبين عليك الامان، فاهم؟ انا بس بحاول. الامان يا كريستوفر، احنا جايين we're coming بيس. هوبا. لا ده انا اللي مشغل الراديو. شغل له ساعة الكورة. قال لك we're coming بيس انجز بقى ما تقرفناش. Are you here? Do something. هو احنا اصلا في مستوى الضحك. انت جبت كروسيفيكس؟ معايا كروسيفيكس. عايزه؟ ما ترميه في ايوه حطوه في الارض عشان الحقني يا كريستوفر مجنون. معرفش اذا كان اصلا لو هو في ايدك برضك يشتغل ولا لازم تبقى حاطط له على الارض. هو المفروض في ايد يشتغل عادي والله. اوكي. انا فاكر انا كنت لسه بالنسبه يعني. هو كريستوفر عارف السنه دي بتاعتنا كام ولا ايه؟ مش عارف. كريستوفر يمكن عشان الكروسيفيكس. ار يو هير؟ دوس تمام بقى جوست ايفنت بقى.
قول له قول له يا كريس. ابا صبر. هو فين؟ اهو اهو. ايه ده؟ انت موت؟ ايه ده؟ يالله نعمل وكيل على الكد وسنينه. قال لك ده جوزت ايفنت والراجل جاي عليا وانا مش خايف منه ما بتحركش فاهم اللي هو تعالى. ايه ايه وعملها انتراكشن اوكي لا انتراكشن ونجمه واحده يعني اللي هو اي حاجه. السلام عليكم ميستي ميستي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ صورني بقى صورني صورني بقى. ما هو ايه ماشي كده. ما انا عايز اصورك بس انا خايف هيهنت. لازم احنا نبداها بقى. ايه بيرمي حاجات اهو. بيرمي حاجات ايه ده انا؟ Are you here? دوس ده هو طالع من هنا. الو ايه ده؟ هو جاي اهو اهو في اخر البتاع اهو. جاي لك اسماعيل جاي لك اسماعيل. لف بقى شمال بقى يا كابتن. يا لهوي انت عبيط يا كابتن ولا ايه؟ ايه ده؟ احب اقول لك انا ما شافكش وكمل عادي. ده شايف يا ابني انزل له من السلم يا ابني. ايه بيستي ده انزلوا بقى. لا ده هو 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 ما تخافش هو هو حمار تقريبا. هو تقريبا مش حافظ غير فوق يعني. انت مستخبي فين؟ اجري اجري. انا افتكرت جوست ايفنت والله. الجوست ايفنت بقى شبه بعضه يا عم. اوكي هو مش عايز يعمل بتاع دوت ليه ايفنت. هو ماشي يا عم مثلا الراجل ماشي. ما انا اتخرجت خلاص. انت كويس؟ طيب انا اسف انا اسف يا بيستي والله. كويس ايه ما خلاص. لا هي خلصت يعني. انت مت طب عايز تمشي يعني؟ احنا خلصنا يعتبر. فهو فاضل جوست ايفنت بس مش عارف. لا خلص بقى يعني اعمل اللي انت عايز تعمله. انا ما عنديش مانع. انا ما عنديش اي مانع والله. انت اعمل اللي انت عايز تعمله ماشي. اتبسط واعمل اللي انت عايز تعمله وخلاص. انا متضايق يا عم. انا كنت فاكر ان اول ما دخل عليك افتكرت ان هو هي ده جوست ايفنت والله. ماي باد ماي باد ماي باد. لا لا عادي عادي. هو احب اقول لك انا جاي معاك اصلا مش متوقع ان اطلع عايش على فكره يعني. ما احبطتش. ينفع احول لك فلوس طيب يعني على الاكونت بتاعك؟ اديك الباي بال بعد. هو ناقص ايه؟ نايس جوست ايفنت. ناقص جوست ايفنت شبع. ار يو هير دوز ده كان ايه طيب يعني؟ يعني مش فاهم. ما هو للاسف. هوبا هوبا شبع تعالى شبع بسرعه شبع. انزلوا بقى انزلوا بقى انزلوا انزلوا انزلوا. بص ايوه ايوه لف. الله عليك الله عليك زي ما انت بقى. ايوه لا انت طلع تاني ليه؟ ايه ده؟ خلاص الست مش فاهم. ده رميت الرميد السماج. او لا هو هو اصلا هو الشبع اصلا ذات نفسه اساسا نفض لك ومشي يعني. هو تقريبا محرج منك او حاجه مش عارف. لو هو انت فين؟ يا نهار ابيض هل ينفع استخبى هنا؟ اوبا ده بيفتح ابواب ويعمل حاجات. انا رميت السماج. ده انا جيت ادوس اف رميت السماج. الله اكبر عليك الله اكبر عليك. ما عملتش جزء. يلا بينا بس انا ماشي. مروح انا مش طالع انا مش طالع. بقول لك رميت السماج اصلا بدل ما اشغله وما شغلتوش انا رميته. يلا الحمد لله على كل شيء. نمشي صح. انا جاي لك بالعربيه على الاقل عرفنا هو ايه. بس السنه بتاعتي بص عامله ازاي يا عم. وماله ماله 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 الشبح ده شيت. ده مش شيت ده غبي جدا. مش اخلاق شيت دي خالص. ده فاضل جوست ايفنت شكله مش عارف. لو احنا يا عم بالعيد ميلاد زفت والله. اوكي يلا يلا بينا يلا بينا. ماي باد يا بيست. سوري يعني امسحها فيا. يا ترى خدنا كام؟ 5 جنيه. ايه 210. اوكي انت خدت كام؟ 35. ماي باد ماي باد. الحمد لله الحمد لله. هو ما ادوني فلوس على اي حاجه فاهم. لو بون ايفيدنس خد 5 يعني اي حاجه خد خد فلوس. ده عمل انتراكشن 15 بس وخمسة هانت. عارف انت ما حاولش ان هو يعمل اي ايفنت في اي نيلة. وانا رحت في واحده فيهم فاهم اللي هو اي حاجه. انا اسف ماي باد يعني دي غلطتي انا يا عم. بقى ايه المزيكا دي؟ ايه ده فيها؟ ايه ده؟ الت اف 4 الت اف 4 عمدا بعد هذا الهاري يعني بيستي مات بسبب انا لان انا ما عرفتش افرق ما بين الجوست ايفنت والهانت. هو كان مسالم يعني. يعني هو كان قاعد واقف قدام الشبح مستعد ان ده جوست ايفنت وان هو يقرب وخلاص هياخده بالحضن وخلاص ونرجع نكمل الجيم عادي يعني. هو اخده بالحضن وما رجعوش تاني. عمدا يعني يا رب عجبكم العجب الفيديو. حابين نشوف فيديوهات تانيه من فيسبوك هوبيا يعني. اتاكدوا من لايك وسبسكرايب وشوف كل فيديو جاي. سلام.